تحياتي للشباب الطيبين وتحياتي من القلب لكل إنسان حضر هاللعبة، إن كان من مشجعين برشلونة ولا إن كان من مشجعين ريال مدريد اللي كانوا متمنيين خسارتنا اليوم. تحية من القلب لألكم. أنا قبل اللعبة بسيت مباشر على الفيس وكان كل أسئلة جماهير ريال مدريد شو توقعاتك يا أبو النور؟ توقعاتي قلت لهم يا 2-0 يا 3-0 لبرشلونة. في البعض منهم صار يضحك والبعض منهم أخذها بسخرية. شرفوا 3-0 لبرشلونة، توقعاتي صابت بمحلها. يعني لو مراهن بالمكاتب المراهنات تعمل الرياضة وحاطط ليش 500 يورو كان هلا أبو النور أب فوق الريح، كان صار معي مصاري بلاوة الله على التوقعات هذه. أنا قلت لكم يا 2-0 يا 3-0 قبل اللعبة بنص ساعة، كنت باسس مباشر وبقول لكم وبرجع وبقول لكم جماهير ريال مدريد روحوا ناموا، روحوا لا تستنوا خسارتنا ابدا ابدا ابدا. نحن الاسياد وبنضل اسياد، نحن اللي بنحصل على الخماسيه والسداسيه اللي انتم بدكم سنين لتحلموا فيها، اللي صرعتونا صرع ثلاث سنين ورا بعض ابطال اوروبا. والله لو في تقنيه الفار بحياه ربكم ما بتشموها. وبرجع بقلكم 3-0 توقعاتي صابت بمحلها، فيسكا برشا ولعيون الله. تحياتي للشباب الطيبي، تابعوني على اليوتيوب، اسم قناتي على اليوتيوب أبو النور بكار، تابعونا على اليوتيوب ولعيون الله. سلامات.